بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أخوكم عبد الله يلقن مع برنامجكم الصمت المنفجر. كما تعلمون فإننا نقدم في برنامجنا هذا جرائم الصين المتوحشة في تركستان الشرقية، والتي لا يمكن تصورها إلا عن طريق الشهود الذين عاشوا ذاك الظلم أو ممن يعيشون خارج تركستان الشرقية، بينما يعاني أقاربهم شتى أنواع التعذيب في السجون والمعتقلات، تلك المعتقلات التي استمرت الصين في إنكارها بدون خجل. ولكن في آخر الأمر وبسبب الضغوطات العالمية اعترفت بوجود معتقلاتها، ولكن عبر الادعاء بأنها مراكز لتربية الإرهابيين الذين قد تسممت عقولهم بالتعصب الديني، وأن دافعهم هو تقديم العون للإنسانية. ما زالوا ينكرون جرائمهم البشعة رغم كثرة الأدلة التي تدل عليها. لذا نقوم هنا بتقديم الأدلة القاطعة على ادعاءاتهم الكاذبة عبر شهودنا الذين يأتون إلينا، والذين نكن امتناننا لهم، فنقوم بدعوتهم ككل مرة لمدى أهمية شهاداتهم وأقوالهم. اعتدنا في كل حلقة أن نستمع إلى فاجعة مؤلمة ومختلفة عن سابقتها. اليوم أيضا لدينا فاجعة مختلفة عن امرأة أيغورية عانت من التعذيب في معتقلات الصين. هي امرأة لم تلد ولم تكبر في أراضي تركستان الشرقية، وإنما كبرت وترعرعت في كازاخستان التي تواجد فيها آباؤها وأجدادها، والتي تحمل جنسيتها. كانت تتاجر في تركستان الشرقية وبعض مدن الصين منذ سنوات طويلة. عانت أختنا الأيغورية من وحشية وظلم الصين في معتقلاتها حوالي سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام. جاءتنا اليوم الأخت جلبهار جليل لتكشف لنا ظلم الصين وقبح أفعالها، لذا نشكرها من صميم قلوبنا. شكرا لك. أولا، هل عرفتينا على نفسك؟ أنا جلبهار جليل، ولدت في اليوم الرابع عشر من شهر أبريل سنة 1964. لقد مضت 20 سنة على رعاية أطفالي عن طريق تجارتي الصغيرة، وأيضا على الذهاب المستمر إلى تركستان الشرقية. عند الذهاب في آخر مرة قاموا باستدعائي بكل مكر. في فترة استدعائي كنت قد طلبت في الرابع عشر من شهر مايو بضائع من شخص صيني جاء من كازاخستان. في السابع عشر من شهر مايو اتصلت بي ابنة صديقة التاجرة، والتي كانت من مدينة أورومتشي، تخبرني فيها أن والدتها راقدة في غرفة الطوارئ بالمستشفى، وأن علي أن أرى البضائع التي وصلت، كما أنها أرسلت إلي صور البضائع لصديقها. حين أخبرتها بأنني قد أكملت 3 أيام لوصولي وأنني سأذهب بعد 2 أو 3، اعترضت بشدة وقالت: لا، الطلبيات قد وصلت، ماذا سأفعل بها؟ وأيضا والدتي ترقد في المستشفى، إذا نحن الآن ندفع 10,000 يوان يوميا للمستشفى. وافقت بعد ذلك على الذهاب، وقلت لها بأنني سأخرج إلى الطريق غدا. وصلت إلى أورومتشي ليلا في 21 من الشهر، ثم قمت في الصباح التالي أي 22 من الشهر بالاتصال بالفتاة وإعلامها بقدومي، فأخبرتني أنها ستأتي إلي حالا. في الساعة 8 صباحا دخلت الشرطة إلى غرفتي وأعلموني بعد أن أروني هوياتهم بأنه يتوجب علي الذهاب معهم لوجود بعض الأسئلة المهمة التي يجب علي إجابتها. ثم سألوني عن جواز سفري، فأخبرتهم بأنني قد سلمتها لإدارة الفندق ليلا فور مجيئي. أمروني بأخذها معي، فذهبت معهم للإدارة واستلمت جواز سفري. لم أخذ معي أي شيء عدا هاتفي وجواز سفري، لاعتقادي بأنهم سيستجيبونني قليلا فقط. فور وصولنا إلى مركز الشرطة قاموا بتفتيش هاتفي، ولكنهم لم يجدوا أي شيء مثير للشك. بعد ذلك أروني صورة صديقة التاجرة وسألوني إن كنت أعرفها. عرفت في ذلك الوقت أنها معتقلة. أجبتهم بأنني أعرفها. تلك المرأة أيضا كانت تاجرة، فقد كنت أتاجر معها أحيانا. كانوا قد اعتقلوا تلك المرأة، وعند تفتيش هاتفها وجدوا رقم هاتفي، لذا أجبروا ابنتها على الاتصال بي وإحضاري إليهم. بعد التفتيش
ورغم عدم وجود أي شيء يدعو إلى الشك، اتهموني بأنني ساعدت شركة النور التي في تركيا عن طريق إعطائهم 17,000 يوان. أنكرت ذلك قائلة: ليست لدي أي علاقة بهم، اتصلوا بشركة النور واسألوهم إذا لم تصدقوني. إذا كنت قد أردت إرسال المال، ألم أكن لأرسله وأنا في كازاخستان؟ لما قد أرسله من هنا؟ ولكنهم تجاهلوا كلامي قائلين: فكري جيدا، سنرجع إليك خلال يومين. ثم أدخلوني مباشرة إلى معتقل سنكن، وقد كان المعتقل مليئا بالنساء. لقد خفت بشدة في اليوم الأول من دخولي المعتقل. كانت الزنزانة عبارة عن جدران طويلة يصل طولها حوالي 7 أمتار، تخلو من النوافذ ومن أي شيء آخر، بينما كان الحمام مصنوعا من الزجاج الشفاف ويكون مفتوحا دوما، وقد كنا نقضي حاجاتنا فيه ونحن مراقبون. لقد واجهت سكتة قلبية في ذلك الوقت، كما ارتفع ضغط دمي بشدة. حين استمر ارتفاع ضغط دمي، أخرجوني ووضعوني أمام الباب حتى أستنشق بعض الهواء النقي. حين لم ينفع ذلك أيضا، أخذوني إلى مستشفى جان سويان مع من حكموا بالسجن المؤبد. حين أخرجوني، قيدوا يدي بالأصفاد، بينما ربطوا ساقي بسلسلة تزن 5 كيلوغرام، كما أنهم غطوا وجهي ورأسي بكيس أسود. كانت ساحة المعتقل مليئة بالشرطة والعساكر المسلحين. لقد كانت يداي ورجلاي ترتجفان بشدة، فلقد ظننت بأنهم سيأخذونني إلى مكان ما ويقتلونني. لقد أخرجوا امرأة من كل زنزانة وجعلونا نصف 5 صفوف، كل امرأتان في صف، وقد ربطوني بالمرأة التي كانت بجانبي عن طريق الأصفاد حتى يخرجوا امرأتان في كل مرة. حين كانت يداي ورجلاي ترتجفان بشدة، قالت لي المرأة التي كانت بجانبي وهي ممسكة بكلتا يدي: أنا معك، لا تخافي، اقرأ القرآن وادعي ربك. كان وجهي مغطى بالكيس حتى لا أرى أحدا، ولكنني أيقنت بأنني لست وحيدة. ثم أخرجونا وأركبونا سيارة الشرطة الحديدية. بعد إجلاسنا، أزالوا الأكياس السوداء عنا وأقفلوا الباب الحديدي، فرأيت بجانبي 9 نساء وشرطة وعساكر. جميعنا اعتقدنا بأنهم سوف يقتلوننا، فلم يكونوا يخبروننا بأنهم سيأخذوننا إلى المستشفى. بعد 40 دقيقة، وصلنا إلى مستشفى قد خصص للمساجين. فحصونا ليروا ما إن كنا نعاني حقا من آلام أم أننا نخدعهم. فور وصولنا، ألبسونا الأقنعة السوداء مرة أخرى ونزعوها بعد دخولنا المستشفى. قسمونا عن طريق اللباس إلى 3 أقسام: اللباس الأزرق لمن حكمنا بالسجن المؤبد، الأصفر للمتهمات بالجرائم، البرتقالي للمستصعبة أحوالهن، ولكني لم أرى أي صعوبة في أحوالهن. كانوا يجرون العمليات على المريضات ثم يرمونهن فورا في الزنزانة الصغيرة والتي تتواجد فيها 30 امرأة. رقدت مع مريضات مصابات بالأمراض الخطيرة، ولكن لم يكن بمكان نخشى فيه من العدوى، فجميعنا أخوات. فحصوا ضغطي ووجدوا أن أقصاه كان 195، بينما أدناه 145. كما فحصوا ضغط النساء الأخريات، وبما أن آلامنا كانت حقيقية كتبوا لنا بعض الأدوية، وبعد ذلك أرجعونا إلى معتقل سنكن. سجنت في ذلك المعتقل 2007، وأتممت 3 شهور فيه. خلال 3 شهور لم يستجيبوني أبدا، لم يأتي أي إنسان للسؤال عني. كتبت إليهم باستمرار: أحضروا إلي محاميا، أنا أجنبية، لما أرقد هنا؟ لما تحبسونني هنا؟ فقالوا لي: أنت لست بأجنبية، فلديك رقم هوية صينية. لقد انصدمت عند قولهم ذلك، فهويتي كازاخستانية، أنا ولدت وكبرت في كازاخستان، آبائي وأجدادي أيضا كذلك، ولكن رغم ذلك لا أعرف كيف قاموا بإعطائي هوية صينية، كما أنهم جعلوني أحفظ رقم الهوية حتى لا يجدني أحد. بحثت عني القنصلية الكازاخستانية، وكذلك قام أشقائي ووالدتي يوميا بتقديم بلاغات يطالبون فيه بسماع صوتي على الأقل، ولكنهم استمروا بقول أنه لا وجود لامرأة بهذا الاسم. بعد 3 أشهر استجوبوني للمرة الأولى عبر إجلاسي على الكرسي الحديدي بينما يداي ورجلاي مقيدتان مع حرمان من الماء والطعام لمدة 24 ساعة. أمروني بأن أعترف بالتهم التي اتهمت بها وإن كنت بريئة منها. حين عارضتهم قائلة: لن أفعل ذلك، فتشوا إن أردتم، اقتلوني إن أردتم،
ولكنني لن أعترف بتهم وجرائم لم أرتكبها. ليست لدي علاقة مع أي أحد مشبوه، لم أفعل شيئا خاطئا، فأنا امرأة مستقلة بتجارتها. هددوني بقول لدينا الحق بأن نحبسك لمدة 7 سنوات. فقلت لهم لا بأس، افعلوا ما شئتم، ولكنني لن أعترف بتهم لم أرتكبها. بعد الاستجواب أرسلوني إلى معتقل في منطقة أركان، وبسبب كثرة النساء في ذلك المعتقل أيضا قاموا بإفراغ بعض الأماكن لإحضار المزيد من النساء. اعتقلت في ذلك المعتقل أيضا 3 أشهر. بعد 3 أشهر أخذوني إلى معتقل ميدوم، والذي قضيت فيه 9 أشهر، أي اعتقلت في 3 معتقلات. إذا أخبرتك عن أيامنا في المعتقل، يوميا كانت تتزايد أعداد النساء، يوميا كانت النساء يغمى عليهن، وهناك من أصبن بالأمراض المعدية. وإذا ذهبت إحدى الفتيات لتسأل عن حال إحدى المريضات، يرونها عن طريق الكاميرات فيصرخون عليها بقول دعيها وشأنها، لم تذهبين إليها؟ أنت طبيبة؟ إذا مادت أنت ستكونين مسؤولة عنها. نحن أعلم بحال المرضى، هم لن يموتوا، وفي حال موتهم سنأتي إليهم. يأتي الأطباء أنفسهم بعد مضي 2 أو 3 ساعات يسألون عن صحتها ويغادرون دون انتظار الجواب. قاموا بعقاب الفتيات اللواتي سألن عن أحوال المريضات بالوقوف أمام الحائط 4 ساعات على الأقل بلا حراك. كان مستحيلا علينا أن نقترب من المريضات ونساعدهن، نراهن يتألمن ويتأوهن، ولكن ما بأيادينا حيلة، فقط نتألم معهن وننظر إليهن بكل شفقة وعطف. كان وزني 75 كيلوغراما حين دخلت السجن، ولكنه أصبح 55 كيلوغراما حين خرجت منه. لقد خسرت 20 كيلوغراما خلال 1 سنة. كان الطعام سيئا للغاية. كان الإفطار عبارة عن خبز صغير صلب أصغر من حجم التفاح، ونصف كأس من حساء سيء هو خليط من دقيق الذرة والماء. وقد كان الغداء عبارة عن خبز صغير كسابقتها، وماء فيه ملفوف وأحيانا يخلو منه، بينما كان العشاء عبارة عن خبز صغير وماء مغلي فيه خيار. لقد كانت أعمار السجينات تتراوح بين 14 و80 عاما. كان الطعام لا يكفي أبدا، وخصوصا للفتيات والعجائز. لقد كنا نقدم الشكاوى بشكل أسبوعي لنقص كمية الأطعمة، ولكنهم لم يكونوا لينصتوا إلينا. كان طعامهم سيئا جدا، ومع ذلك يجبروننا على شكر حاكم الصين شي جينغ بينغ عند كل طعام. في إحدى المرات لم يكن الخبز مطبوخا فلم نستطع أكله، وحين شكونا لهم ذلك أهانونا بقول أننا لسنا في بيوتنا حتى نشتكي، ثم عاقبونا لمدة 2 أسبوع عبر حرماننا من الطعام عدا من الخبز الغير ناضج والماء القليل. كما عاقبونا بنفس العقاب لمدة 1 شهر بحجة تحدث 3 فتيات باللغة الأيغورية، فالتحدث بلغة غير الصينية أمر ممنوع بشكل كلي. فمثلا كان يجب علي أن أتكلم بالصينية لآخذ دوائي اليومي وأشكرهم بعد ذلك. لقد قلت أنهم كانوا يعطون أدوية لجميع النساء، هل ما زلت تعانين من آثارها؟ نعم، أعتذر مسبقا عما سأقوله. لقد كانوا يضعون أدوية في أطعمتنا حتى لا تأتينا عاداتنا الشهرية وتنقطع، فلم يكونوا ليعطوننا مناديل أو فرصة للتغسل والاستحمام. لقد كنا نستحم مرة واحدة في الأسبوع، فقد كانوا يمنحوننا كل جمعة 40 دقيقة قبل الظهر و30 دقيقة بعدها للاستحمام. لقد كانت كل امرأتين تستحمان معا خلال 2 دقيقة فقط، لكوننا 30 امرأة وفتاة في الزنزانة الواحدة. كما أنهم كانوا يعطوننا قطعة صابونة صغيرة واحدة، لذا كنا نقطعها إلى 30 قطعا صغار عن طريق المشط، وقد كانت بالكاد تكفي لغسل أيادينا ووجوهنا فقط. بينما كانت المناديل اليومية عبارة عن نصف قطعة صغيرة من المنديل نستخدمها إما عند قضاء حاجاتنا أو عند البكاء والمرض. الماء أيضا ممنوع، فلم نكن نستطيع غسل وجوهنا عدا 2 مرات في اليوم صباحا ومساء. فإننا إذا غسلنا أيادينا في وقت آخر فإنهم سيعاقبوننا بتهمة أننا كنا نتوضأ. فلقد عاقبوا فتاة قد أرجعت شعرها إلى الوراء أثناء غسل يديها بتهمة الوضوء.
وأيضا كانت هناك امرأة عمرها 41 سنة قد اعتقلت فور مجيئها من مصر بعد أن دامت فيه 3 أشهر لترعى طفل أختها. لقد عذبوها بكثرة وما زالوا يعذبونها. في إحدى المرات كانت قد فقدت وعيها أثناء التعذيب، فجاء طبيب وحقن يدها وجعل الدم يسيل منها بكثرة حتى استعادت وعيها بعد نصف ساعة، ثم رماها في الزنزانة. حين رأيناها كانت منهكة وقد اختفت معالم الحياة من وجهها. توسلنا إليهم حتى يعطوها بعض الماء لتغسل به وجهها، ولكنهم تجاهلونا كالعادة. لقد كانوا يحرقون رؤوسنا بشكل كامل، صغيرات كنا أو كبيرات. لقد تعفنا فتشوهت أبداننا بالحبوب والجروح. ومن الأدوية التي كانوا يضعونها في أطعمتنا دواء يمنعنا من التفكير والتذكر، كما أنهم كانوا يأخذون عينات من دمنا ويحقنوننا بإبر شهريا. لقد عانينا في المعتقلات فلم نكن نستطيع النوم حتى. كان عرض زنزانتنا 7 أمتار، تحتل دورة المياه الزجاجية 1.5 متر من الزنزانة، بينما يتبقى لنا 5 أمتار نرقد فيه نحن 30 امرأة. كيف يمكن أن يتسع لنا 5 أمتار؟ نهارا كنا نجلس ونحن ضامين ركبنا وأجسادنا ملتصقين ببعضنا بينما تقابل أعيننا الجدران، لأننا سنعاقب إذا نظرنا إلى بعضنا أو تقابلت أوجهنا ببعضها بحجة التحدث. أما ليلا فقد كان صعبا علينا أن ننام لصغر المساحة، إذا كنا نقسم أنفسنا إلى قسمين، كل قسم يحتوي على 15 امرأة. في البداية تنام 15 امرأة، كل واحدة على جنبها لا على ظهرها، ويكن ملتصقات ببعضهن بشدة، بينما تقف 15 امرأة على أرجلهن طوال ساعتين، ثم بعد مضي ساعتين يقمن بتبديل أماكنهن، أي تقف النائمة وتنام الواقفة، ويستمر التبديل هكذا إلى أن يحل الصباح. لقد ذكرت أن التحدث أمر مستحيل، فهناك كاميرات في كل مكان، فمجرد التحدث يؤدي إلى عقاب، والعقاب عبارة عن حجز داخل غرفة صغيرة لا نستطيع تسميتها بغرفة، يصل طولها وعرضها حوالي 1 متر. تجلس المعاقبة فيه بشكل مستمر دون أن تنام، فالنوم كان مستحيلا لأن الجرذان ستأكلها فور نومها. كان يوجد حمام صغير بجانب الغرفة وقد خلا من الضوء، فقط كان يصل بعض الضوء من المصباح الصغير الذي كان يتواجد بالغرفة. يستمر العقاب لمدة 2 أو 2 على الأقل، ولكن بعد أن تتوسل المعاقبة وتكتب تعهدا تتعهد فيه بأنها لن تكرر فعلتها. وقد كانت معظم المعاقبات فتيات وشابات صغيرات السن. ليلا كنا نسأل بعضنا سرا عن تهم اعتقالنا، وحين سألوني كنت قد أخبرتهم بالسبب الذي أخبرتك إياه. جميعنا كنا أبرياء. سأخبرك عن بعض الأمثلة لنساء اعتقلن بسبب تهم تافهة وافتراءات كاذبة. لقد كانت هناك فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وقد كانت تهمتها هي وجود صورة في هاتفها قد كتب عليها كلمة آمين، وامرأة من غلجة قد اعتقلت بسبب صور قد تواجدت في هاتفها قبل 10 سنوات حين كان عمرها 16 سنة. إحدى الصور كانت نساء محجبات والأخرى لطفلة تدعو الله، اعتقلت رغم مسحها لتلك الصور في ذلك الوقت. يقوم الصينيون بإرجاع جميع الصور التي تواجدت في الهواتف ولو لمهلة قصيرة. كما كانت هناك امرأتان فارقتا مولوديهما الصغيرين، إحداهما فارقته في اليوم التالي من ولادته والأخرى بعد 6 أشهر من ولادته. لقد كان الحليب يتدفق من صدرهما بكثرة. توسلتا إلى الصينيين بألا يعتقلوهما، فليس لديهما أحد يعتني بطفليهما، ولكنهم تجاهلوا توسلاتهما قائلين لهما بألا يقلقن، فالحكومة ستعتني بأطفالهما. لقد كان الأطباء يعطوننا أنا ومرأتين بعض الأدوية. إحدى المرأتين هي امرأة مسنة تبلغ من العمر 63 سنة، واسمها مريم، كانت تعاني من مرض القلب، بينما الأخرى اسمها ساجدة تبلغ من العمر 25 سنة، هي من طاجكستان ولكنها ولدت وترعرعت في مدينة كاشغر. حين سألتها بسرية في إحدى الليالي عن سبب اعتقالها، أخبرتني أنه بسبب وجود رقم هاتفها في هاتف العلامة الشيخ محمد صالح. لقد أعطيتنا قبل قليل صورة لكاتبة، من هي؟ كاتبة ومحامية اسمها جلبهار عزيز، عمرها 42 سنة. سبب اعتقالها هو وجود رقم هاتفها في هاتف العلامة الشيخ محمد صالح. لقد رقدت معها في نفس الزنزانة لمدة 3 أشهر، ما زالوا يعذبونها ويحاكمونها إلى الآن. كانت تقول لي أنا كاتبة ومحامية مشهورة، الجميع يعرفني،
ولكنني إذا خرجت من هنا فلن أكون محامية، لأنني لم أستطع الدفاع عن نفسي. وأيضا كانت تقول لي: قل بهار، أنت أجنبية، ستخرجين من هنا حتما. حين تخرجين دعي جميع من في العالم يعلم بأنني قد اعتقلت فقط بسبب وجود رقم هاتفي في هاتف أستاذنا العلامة محمد صالح، وأنني لا أعلم المدة التي سأقضيها هنا. سبب اعتقالها هو نفس سبب اعتقال ساجدة. لقد كانت معلمة ولكنها الآن جنت وفقدت عقلها، أصبحت لا تتكلم أبدا وتجلس مخفضة رأسها رغم محاولات الصينيين العنيفة في إجبارها على التكلم. لقد كانت هناك فتاة أخرى قد جنت فأصبحت تمسح غائطها على الجدران، فأخذوها إلى مكان لا نعرفه. كان من المستحيل لنا أن نعرف ماذا حصل للذي خرج من الزنزانة، هل أخذ لمكان آخر أم قتل. هل رأيت أحد المقتولين؟ نعم رأيت، كانت هناك امرأة أناموها، فسألت الفتيات لما ينومونها، فقلنا لي بأنه الآن لا يوجد لديهم حكم الإعدام بالرصاص بل عبر الإبر، فالإبر تكون مسمومة. وأيضا امرأة اسمها حورية وتبلغ من العمر 27 عاما، لقد كنت معها في نفس الزنزانة في معتقل أركان، اعتقلوها أواخر شهر 8، وقد كان سبب اعتقالها هو سفرها إلى تركيا مع ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات وبقاؤها فيه شهرا واحدا. اعتقلت فور رجوعها إلى أورومتشي. خلال 3 أيام قاموا بضربها بشدة مما أدى إلى فقدانها لعقلها، فأصبحت تصرخ بشكل مستمر ليلا ونهارا، فحجزوها بعد ذلك في الغرفة المظلمة مع الجرذان ثم اختفت بعد ذلك. حين ذهبت للمستشفى للمرة الأخيرة قابلت 3 فتيات أعرفهن، فقلنا لي بيأس: إذا أنت لم تخرجي إلى الآن رغم أنك أجنبية فمتى سنخرج نحن؟ لقد فقدنا الأمل تماما. فسألتهن عن حورية إن كن يعرفن ما حصل لها، فقالت لي إحداهن: لقد أحضرتها الشرطة وهي مقعدة على عربة وقد كانت تبدو كالميتة، فلم تكن تقدر على الحركة، كما أنها كانت تجلس بشكل غريب. أمروني بغسلها فغسلتها ولكنها ماتت بعد ذلك، فأخذوها ولكن لا أعرف إلى أين. كانوا يأخذون العديد من الفتيات ثم لا يرجعونهن، ولكننا لم نكن نعرف هل قاموا بنقلهن إلى مكان آخر أم قاموا بقتلهن. هل كانوا يبدلون أماكنكم وزنزاناتكم بشكل مستمر؟ نعم، كانوا يبدلوننا بشكل أسبوعي حتى لا نتعرف على أحد. فمثلاً بقيت مع الكاتبة جولبهار عزيز في نفس الزنزانة لمدة شهر، ثم فرقونا ووضعونا في زنزانات مختلفة. ولكن حين انتقلت إلى زنزانة أخرى في المرة التالية وجدتها في تلك الزنزانة. كانوا هكذا يبدلون أماكننا بشكل مستمر، سواء كان تغييراً بالزنزانة أو المعتقل والسجن نفسه. في المدة التي اعتقلت فيها في مدينة أورومتشي كانوا قد اعتقلوا على الأقل 160,000 أويغور في المعتقل الواحد. لقد كنا نعرف بعضنا البعض بالوجوه في ذلك المعتقل، وإن لم نكن نعرف الأسماء، لأننا بقينا مع معظمنا في نفس الزنزانات لكثرة تغيير الأماكن التي كانت تحصل لنا. كما تعرفين تزعم الصين أنها توفر أرقى بيئة للتعليم في معتقلاتها من تكييف وما إلى ذلك، هل كانوا يعلمونكم شيئا في المعتقلات؟ كانوا يعطوننا الأقلام من 10:00 إلى 12:00 يوميا حتى نتعلم الصينية، ويأمرون النساء المعتقلات اللواتي درسن اللغة الصينية بتدريسنا دروسا محددة داخل الزنزانة نفسها. فالخروج من الباب الحديدي كان أمرا مستحيلا إلا للاستجواب أو المستشفى، وسبب توقيت الأقلام هو لمنعنا من كتابة شيء آخر، كما أنهم كانوا يجعلوننا نقف كالعساكر بلا أي حراك كي نغني 5 أغاني صينية بشكل يومي، ومن تتحرك أو حتى تسعل يكون لها عقاب صارم. وطبعا عذر الجهل باللغة الصينية عذر مرفوض بشكل تام، فحفظ الأغاني الصينية وإلقاؤها كانت أمورا إجبارية. متى تم الإفراج عنك؟ في اليوم 13 من سبتمبر سنة 2018. ما هي الأسباب التي ساعدتك على الخروج؟ أهي عائلتك التي في كازاخستان؟ كانت عائلتي تقدم شكاوى بشكل يومي، فأنا أم لابنة وابنتان أرعاهم بمفردي، فقد تطلقت قبل 22 سنة. كان أبنائي وإخواني يذهبون إلى القنصلية يوميا
ويستمرون بكتابة رسائل إلى حاكم كازاخستان وحكام الدول الأخرى مطالبين فيه بسماع صوتي ومعرفة أخباري رغم تعرض طلباتهم للرفض، أولاً بتهمة الإرهاب وثانياً بحجة أنه لا وجود لشخص بهذا الاسم، لم يستطيعوا إيجادي بسبب تغيير الصينيين لاسمي وهويتي. قبل خروجي بشهر واحد قاموا باستجوابي لمدة ساعتين في مكان بالخارج يخلو من الكاميرات قائلين لا تخافي نحن سنعلمك بأمر، لقد بقي لك القليل حتى تخرجي من هنا، ربما أسبوعا أو أسبوعان نحن أيضا لا نعلم، ولكن لا تخبري أحدا، لقد أخرجناك للخارج حتى تستنشقي بعض الهواء. في يوم خروجي أخذوني إلى مستشفى جان سويان لفحصي وأنا كالعادة مقيدة بسلاسلي. عند فحصي وجدوا أن أقصى ضغط دمي 180 بينما أدناه 140، فرقدت في غرفة 209 لمدة يومين لإيقان الشرطة والأطباء بأنني لن أستطيع تحمل ضغط الطائرة. عند دخولي رأيت فتيات ونساء كنت قد رأيتهن في المرات السابقة، أعطوني خلال ذلك اليومين فيتامينات ومغذيات كثيرة حتى أقوى، فقد كنت نحيفة وضعيفة جداً. بعد يومين قاموا بتقييدي مرة أخرى وإخراجي إلى الخارج، ثم بعد ذلك سألتني الشرطية بعد أن قامت بنزع الغطاء عن رأسي وفك قيودي لماذا لا تفرحين؟ فقلت لها ما الذي حدث؟ قالت لي أنت سوف تتحررين. صرخت في المستشفى من الصدمة والفرحة، فقالت لي اصبري لعشر دقائق واصرخي في الخارج. لدينا هنا بعض الإجراءات الرسمية. بعد ذلك خرجنا إلى الخارج فبكيت وصرخت بصوت عال لمدة نصف ساعة على الأقل غير مصدقة بأن ما يحدث حقيقة. أخبروني بأنهم سيأخذونني إلى المكان الذي اعتقلت فيه أول مرة لإجراء بعض الإجراءات الرسمية، ثم أعلموني بأنه يجب علي أن أبقى في فندق لمدة يومين لأنني لن أستطيع تحمل ضغط الطائرة. رقدت في الفندق مع شرطية، وسبب وجودها معي هو حتى تراقبني وتمنعني من الاتصال بأحد معارفي أو أصدقائي. توسلت لتلك الشرطية بأن أتصل بأبنائي وأنا أذكرها بأنها هي أيضا أم، ولكنها رفضت طلبي قائلة بأنني أستطيع أن أتصل بهم فور نزولي من الطائرة بعد وصولي إلى كازاخستان. لم أستطع النوم ليلا لعدم تصديقي لهم. كانوا قد اشتروا التذكرة للساعة 8 صباحا، فأخذني شرطي وشرطية إلى المطار وأجلسوني على الطائرة. حين قلت للشرطة بأن يعطوني ورقة تثبت براءتي حتى أريها لمن هم في كازاخستان، حين يسألونني عن سبب اعتقالي قالوا لي لا حاجة لذلك لأنك لست مذنبة، كما أنه يمكنك القول بأنك قد انشغلت بالتجارة والسياحة خلال السنة الماضية. بعد النزول من الطائرة ظننت بأنهم سيستجيبونني ولكن لم يحصل ذلك، فاتصلت بأبنائي لأخبرهم بمجيئي فجاءوا بسرعة دون أن يخبروا إخواني لكونهم غير مصدقين لما يحدث. اعتقلت بدون أي ذنب، كنت إنسانة لا علاقة لها بأحد، فقط منشغلة بأبنائي والتجارة. فجأة فارقت كل شيء، حتى أموالي التي بقيت في الفندق قاموا بالاستيلاء عليها في اليوم التالي من اعتقالي. كم مظلوما قد اعتقل ظلما، ما ذنب الفتيات ذوات أعمار 14 و15 عاما؟ جميع إخواني وأخواتي الأيغور المعتقلين مظلومين. لقد رجعت إلى كازاخستان ولم شملك بعائلتك وأبنائك، ولكن بالرغم من ذلك لقد جئت إلى تركيا تاركة أهلك دون أن تكمل 3 أسابيع معهم، فهل أخبرتنا بالسبب؟ لأنني أحمل أمانات إخواني وأخواتي الأيغور المظلومين في تركستان الشرقية. ليس لدي أقارب في تركستان الشرقية، جميعهم في كازاخستان، ولكن جميع الأيغور هم إخواني. أنا فديت نفسي وروحي إليهم، فأنا أيغور وعرقي أيغور وابنة أيغور. من
ما الذنب الذي أذنبته حتى تعتقلني الصين؟ لما استمر التحقيق سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام؟ لما لم ينهوا التحقيق في أسابيع أو أشهر قليلة؟ كيف أثبتوا براءتي وأزالوا التهم عني في النهاية؟ على أي أساس؟ نشكرك أختنا كل بهار على حضورك بكل شجاعة. لقد أعطيتنا معلومات قيمة حقا. نتمنى لك كل التوفيق في طريقك الذي تمضينه لكشف حقائق ظلم الصين. جزاك الله كل خير. لقد سمعتم أعزائنا المشاهدين ما تقوم به الصين من شتى أنواع الظلم. كان بإمكان أختنا كل بهار أن تفرح بحريتها وتكمل حياتها مع عائلتها بشكل طبيعي، ولكنها جاءت إلى هنا تاركة بيتها وأهلها حتى تنقل لنا ما يعانيه إخواننا وأخواتنا الأيغور في تركستان الشرقية. أتمنى أنكم عرفتم ما يعانيه الملايين من إخواننا الأيغور في تركستان الشرقية من ظلم ووحشية، ولمدة 24 ساعة لنعش ونتحرك ونتفاعل ونحن على علم بما يحدث هناك، فلنقضي على الصمت والاختباء. فلقد علمت من الأخت كل بهار أنه كان هناك أشخاص في المعتقلات لديهم أقارب خارج تركستان الشرقية، ومن بينهم أشخاص في تركيا، ولكنهم قد رجحوا الصمت على الإبلاغ رغم ما يعانيه أقاربهم في السجون والمعتقلات. لذا أطلب منهم أن يراجعوا أنفسهم ويروا ما نوع القلوب التي يمتلكونها. نسأل الله تعالى أن ينقذ شعبنا من هذه المصائب التي حلت على رؤوسهم، وأن يرزقنا طريق النصر والحق. لذا يجب علينا أن نتحرك ونفعل كل ما بوسعنا حتى نكون لائقين بذلك النصر، فلا تبخلوا علينا ببلاغاتكم. نستودعكم الله تعالى حتى نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.